مين أفضل لاعب في اختارته رابطة الأندية المحترفة؟ هو النجم أكرم توفيق، أفضل لاعب في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري بعد تألقه مع الفريق، ونشر حساب الرسمي للرابطة على تويتر صورة أكرم توفيق وعلق 22 تمريرة صحيحة وخمس مرات قطع للكرات وثلاث اعتراضات ناجحة، اعتراضات يعني قطع للكرة وثلاث اعتراضات ناجحة باختيار الجمهور. صاحب المجهود المضاعف أكرم توفيق لاعب الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. وبالمناسبة كان تم اختياره هنا من خلال برنامج البيت الكبير، من خلال أيضا وجود أحمد كريم سعيد وأحمد ثابت، اختارنا أكرم توفيق ليكون هو نجم هذه المباراة.